نحن الآن في منطقة جسر الحج، هي المنطقة اللي تعرضت لقصف بالبراميل المتفجرة. هذا القصف أدى لاستشهاد 4 شهداء، 4 ضحايا بينهم رجل وامرأة، واحتراق أحد المدنيين على درجاته النارية في هذا المكان بالتحديد. هذه الأضرار التي خلفها القصف، هذا النظام الروسي، العدوان الروسي والنظام السوري الذي يستمر باستهداف المدنيين ويستمر باستهداف المرافق العامة إن كانت المشافي. طبعا اليوم تم استهداف عدة مرافق عامة من بيناتهم مشافي ميدانية تم استهدافها ببراميل متفجرة، وهناك أيضا استهداف لبعض الأسواق المدنية في شهر رمضان، شهر الرحمة. طبعا مثل ما احنا شايفين هون الأضرار جسيمة، ومثل ما حكينا استشهاد 4 ضحايا بيناتهم طفل وامرأة، واحتراق أحد المدنيين في هذا المكان بالتحديد. أول شيء نحن بشهر فضيل ومبارك، الشهر اللي رب العالمين سبحانه وتعالى أكرمنا فيه لحتى نرحم بعضنا. هذا الابن الحرام ما بيعرف الرحمة ولا بيخليها تصل عن حدا، الله لا يوفقه. هدول الناس إيش ذنبهم؟ هذا المدني اللي قتل هون إيش ذنبه؟ لمين عم تضرب أنت؟ هاي مراجلك؟ لك هاي زلومية؟ لك هيك هيك الواحد بيعمل بلده؟ لك يخرب بيتك؟ هاي البلد ما هي الملك لأبوك، ما هي ملك للي خلفك، هاي البلد ملك للناس. لك الله لا يعطيك عافية، الله يخرب ديارك على الشيء اللي عم تعمله، الله ياخذك وياخذ كل مين عم بيأيدك يا ابن الحرام. هذا شغل هاد؟ لك هدول بني آدمين ايش سووا لك؟ ايش عملوا لك؟ هذا الزلمة اللي كان رايح على بيته رايح ياخذ رغيف خبز لأولاده، ايش عامل لك لحتى تعمل هيك؟ لك أنا بس بدي أفهم شغلة وحدة، لأيمت أنت بدك تضل غبي ومفكر إنك عم تقتل مسلحين؟ لأيمت عم بتسميهم إرهابية ومسلحين ومصطلحات بالية؟ ومن سن جدي نحن بنعرف إنه هي كذبة، ما بقى تنكشف هي الكذبة؟ لأيمت بدك تسوق فيها؟ لك الغبي صار يعرف إنه هي تمثيلية، عيب عليك عيب.